مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. تلقينا اتصال من عند الأخت زبيدة. الأخت زبيدة هي الإبنة، هي الكبيرة في العائلة ديال الأم لعدد كبير من المغاربة تبعوا القصة ديالها يوم أمس اللي الإبن ديالها طردها للشارع بحكم ديال الإفراغ. مشاهدينا الكرام، أول ظهور لزبيدة تريد أن تروي القصة وكذلك أن تجيب عن الأخ ديالها اللي خرج بتصريح مع منابر إعلامية حول أسباب ومسببات اللي اضطردت بها الأم. مشاهدينا الكرام، في خضم الموضوع، الأم الوضع الصحي ديالها شيئا ما ليس على ما يرام، وهي حاليا في مصحة، وزبيدة اللي هي الإبنة الكبيرة ديالهم كاملين تريد أن تدلي بحقائق في الموضوع. تبعوا معايا. عدد كبير من المغاربة شافوا القصة البارح ديال الأم اللي اضطردت من طرف الأخ ديالك اللي كيعيش برا. في نفس الوقت حضور رجال الأمن. إذا كان ممكن تروي معايا القصة من الأول، عاد الدار شنو المشكل ديالها؟ تفضلي. الدار، السلام عليكم إخواني المواطنين داخل الوطن وخارجه، بغيناكم تنصفونا في هذا وأطلبوا منكم المساعدة القانونية اللي بغينا دابا فقط، ما بغينا لا ماديات لا حتى حاجة، بغيناكم تنصفونا القانون. هذا السيد طغى علينا، حقرنا، اللي خاد لينا رزقنا، وشاب الوالدة شارية من عنده الطابق الرابع لخوتي، وكان كيقول لها سكني في الطاج الأول بحال بادل معاها، وهذيك الدار على الشياع، ودابا جا الإفراغ البارح وهي في وعكة صحية. هذا ملخص. أنا غنعاود نوك الأسئلة من الأول. غادي تعاودي معايا على هذه الأرض، شكون هو مولاها، كيفاش بناها، كيفاش دخلتوا فيها نتوما، كيفاش درتوا مع العقود، كيفاش شريتوا، وحنا الناس باش تستوعب معنا. عاودي معايا من الأرض، شكون ديال من هاد الارض؟ الارض شراها هو، وكانت عندنا اير بليس دو. انا اللي تكلفت بالبني ديالها، بنيتها من الطابق السفلي الى الطابق السابع. ناض قال لينا غتشرو من عندي، شريت من عنده انا الطابق الثالث وخلصتو فيه، وكيقول الناس بان هذيك راه عطيت، راه غير عطاتها ليا ماشي، الا ماشي هبه، عطاتني واحد البركه. احنا ماشي في البركه، مالو في سياد في مسجد في هذا. انا شاري من عنده عقار، وعقار في موقع ديال السكن اللي كنسكن فيه دابا حاليا، والام ديالي خايده الطابق الرابع، هو قال لها نزلي لتحت وانا ناخذ الطابق الرابع. ملي جا دابا حقا هو الطابق الاول راه ديالو، ماشي ديال الام ديالي ولا ديالي انا، راه ديالو هو، ولكن بحكم القضاء حكم لها الافراغ. هي ما انتظرتش منه كأم ديالو، حامله بيه 9 شهور، وعاق الوالدين راكم عارفين ما بين الام والاولاد اش كيوقع، والاتعاب والمساليك اللي كيدوز الام الوالدين مع الاولاد ديالهم راكم عارفين بلا ما نحكي لكم. انا غنسولك وانت تجاوبين. دابا الارض شراه هو. نعم شراه هو الارض. شكون اللي بناه؟ بناه هو، ولكن باع لنا الطابق الثالث والرابع. انت بنيتي، انت خديتي معاه الثالث؟ خديت من عنده الثالث. شحال خديتي الثالث؟ الثالث خدته ب 17 مليون. درتي معاه عقد؟ درت معاه عقد، وخديته غير كحله، ما خديتهاش لا بالقابس لا بالزليج لا بالرخام لا بالضو لا حتى بحاجه. هادشي اللي خديت من عنده انا. ملي خديتي انت هاد الطابق الثالث ودرتي معاه عقد، ما سجلتيش وحفظتي هاد الابارتمان؟ لا، ما كانش عندنا، كانوا عاطينا غير اير بليس دو، ما مصرحينش لينا باش ناخذوا الطابق الثالث والرابع. كيفاش تبنى الثالث والرابع؟ خفيه من المخزن تبنى الثالث والرابع بدون محافظه، بدون بلان، بدون ترخيص. ورقه المحافظه دابا شنو تيخرج فيها؟ فيها الثالث والرابع ولا لا؟ لا، دابا خرجوا فيها الثالث والرابع، ولكن داير سميتو بوحده. وانت ملي لقيتي هاد الوراق بين فيها الثالث والرابع، علاش ما سجلتيش وحفظتي البارتما ديالك؟ لا، خصنا نديروا التقسيم ديال سميتو ديال البلانات باش نقسمو. ما بغاش، كيقول لي اليوم غدا ما بغاش يدير معايا، كيتماطل عليا. هادشي اللي كيدير هوايا، كيقول لك لا احنا ماشي غادي نهربو، ماشي انت ما تقتيش فيا، انت من جانب الاخوه، وهي ديك الدار مبنيه على الشياع. والبارتما ديال الوالده حتى هي الطاج. شحال شراتها؟ شراتها بواحد العدد كبير، ولكن دار لها بالعيني غير 5 المليون، يعطيها اكثر.
حدد لها الثمن زعما ها انت عقد بيع، وهو ما سميتو ممضى عليه من طرف المقاطعه، وبدا كيقول لهم لا راه مزور هذاك العقد خاصني نتابع في التصوير. حنا اليوم رفضوا الحق والقانون يتبع، كاينه خبره خطيه، كاين سجلات في الاداره، ماشي رحنا رحنا في دوله مؤسسات. رجع معاك العقد ديالك انت ملي بعتي معاه المبلغ باش شريتي من عنده شحال؟ ذكر لي غير 8 مليون، وبان الدار ما فيها العاق لا راه. شحال عطيتي؟ عطيت 17 مليون. علاش ما ديكلارتيش 17 كامل؟ هو ما بغاش تملص من الضريبه، هادشي اللي قال لي. انت زعما راك اختي وانا صافي تيقي فيا، وانا ما بغيش نغدرك، وانا وهادشي وصلنا لي اللي كنت خايفه منه طحت فيه دابا، وكنت موظفه كاع رزقي عطيتو لي. دابا هنا خرج حكم ديال المحكمه الافراغ، من تما الوالده ما تقبلتش. ما تقبلتش لحقاش الابن اللي دايره فيه الثقه الكامله، اصبح غادره ونصاب عليها. نصاب عليها لحقاش دعاها باش يخليها تطلع للطابق الرابع اللي شاريه منه، وشاريه بمال كثير، ماشي غير بهذاك الثمن اللي داروه دابا هو في عقد البيع، وحسب لها غير هذاك. ورغم هادشي تقبلت مسكينه، وفي الاخر طرد عليها. دابا فين غتمشي؟ كاع رزقها عطاته لي، ذهب عطاته لي، وكانت عندها الثقه الكامله ما بين ولدها وهي، ونصب عليها. هو خرج بتصريح يجيب في احدى المنابر، شنو الراي ديالك في التصريح اللي خرج به؟ انا خرجت بالتصريح لافند ادعاءاته الكاذبه اليوم، هادشي اللي جيت انا باش. هادي العقود هي هالعقود هي حاطها قدامي، عقد البيع بهذا كاين زعما المشرى كامل في كامل، وهو احتال عليا بالقانون وكتب مبلغ اخر قليل بكثير من داك الشيء اللي عاطيه من اللي دفعت لي، انه كنبغي ندفع هادشي انا داير هاد التصوير وغندفع هادشي الاوراق للادارات العليا مثلا المحاكم. لا يعقل باش خدت انا تقييد احتياطي او تمديد احتياط تقييد احتياطي دابا في المحافظه، لو كان هادشي في تصوير او غلط ما غاديش يكون هادشي في المحكمه. الان انتم في دعوه اخرى، دعوه مدنيه ديال هاد العقار. كاينه عندنا دعوه مع بيني وبينه، دابا المشكله ولا كيهدد الاطفال ديالي، كيقول لهم ما تبقاوش ساكنين في هذيك الدار، بنتي عير بكلمات مشينه بكلمات نابيه بانك ما تقبلش هذا الشيء باش يقولوا لي، وولدي ولا دابا كيستفزني من اولادي، ما غتبقاوش ساكنين في هذيك الدار. ايوا عندي دراري دابا تبارك الله بالي، غير غادي يوليو يخافوا على روسهم. السؤال الاخير اللي عندي معك هو الوضع الصحي ديال الام، ديتوها اليوم للكلينيك. البارح مشينا ديناها للكلينيك، عندها الطونسيو طلع لها 21، ومريضه بزاف اليوم ثاني، راه في حاله يرثى لها. هادشي اللي غنقول لكم، ودابا لكم واسع النظر، وكنبغي هاد الكلام يوصل للاعلام كله، ونوصل للوزير العادي ياخذ لي حقنا من هاد السيد اللي طاغيه وحقره، وحنا ماشي بلاد الحقره، بلاد الحق والقانون وبلاد المؤسسات. كنتمنى يوصل لي هاد الكلام ديالي كله للمسؤولين اللي في القانون. اختي شكرا لك، التعقيب اللي بغيتي انت راه جاوبتي في الموضوع. شكرا لك مشاهدينا الكرام، اللي تنوي الراي العام اكثر في الموضوع. كما تبعنا الام اللي لقات المآل ديالها هو الشارع، والام او الاب اذا صح التعبير، يعني في كلتا الحالات اللي هما الوالدين امر لا يناقش، الا ان مثل بعض السلوكيات ديال الاطراف كاملين موضوع النقاش. مشاهدينا الكرام، البيع والشراء من هذه البقعه اللي شراها الاخ بناها، دخل في مفاوضات او في بيع وشراء مع الاخوه ديالو، ولكن البيع لم يتم في الاطار القانوني ديالو. لما نسمع تملص الضريبي فهذا امر في علامه استفهام. لو تم تفعيل من الاجراءات القانونيه في الموضوع من تسجيل ومن تحفيظ، ما كان ليكون الوضع بهالطريقه. مشاهدينا الكرام، الموضوع ديال الارض كمل المسطره ديالو، كاينه عقود ولكن ما كاينش فيها الاتمام ديال اجراءات اخرى، خرج قرار ديال الافراغ لصالحه. هذا هو الامر اللي ما تقبلتوش الام، التي اعتبرها لا تناقش. الام كتبقى عندها واحد القيمه خاصه، هناك مشادات بين الاخ والاخوات ديالو في هذا البيع، من التملص الضريبي، من الادلاء بارقام ليست هي الواقع في البيع، امر
في علامة استفهام مشاهدينا الكرام. نهاية الموضوع أنه الرأي العام المغربي والإسلامي بصفة عامة لا يتقبل أن تكون أم المآجل والشريع، ولكن إلى بحثنا في جوهر الموضوع بدقة نبحث على أين هي مكامن الخلل، سوف نجد أن هناك مجموعة من الخروقات من أجل تمرير المساطر بطريقة ملتوية من أجل الوصول لهدف الأسمى عند البعض، وهو الحيازة على العقار بأموال وأرباح، ولكن يكون المآل في الأخير هو التصدع والتشنج والضريبة في الأخير على من كتكون؟ على الأم. الأم القمة في البراءة في هذا الموضوع. أخت شرت ب 17 وافقت أنه يديكلاري معها برقم آخر من أجل كما قال التملص الضريبي، وهذا أمر جد خطير من جهة. هو له وجهة نظر أخرى يناقش أنه بناء على الوثائق، وكذلك كما صرحات في الورقة ديالها ديال المحافظة كاين الاسم ديالها، يعني مسألة التملص الضريبي بهالطريقة لو تم تفعيل هذه الإجراءات كانت غادي تكون عندها تسجيل التحفيظ وهي عندها الطابق ديالها، ما عند واحد ما يناقشها فيه. مشاهدينا الكرام، لا يعذر أحد بجهل القانون في هذا الجانب. نحن نتتبع لهذا الملف وسوف نوافقكم دائما إلى تثبت العكس نور بين الرأي العام. مشاهدينا الكرام، كما يبقى الحق للأخ ديالها له حق في الجواب وحق في التعقيب، نحن دورنا هو إيصال مثل هذه الرسائل لتنوي الرأي العام وأخذ العبرة، لأنه القانون يبقى قانون ولكن القضاء في الأخير هو صاحب القرار. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن. شكرا لكم.